قد التحدي الاثنين، قد التحدي وقد الاراده وقد العزيمه وقد كل حاجه. بجد صدقوني الموضوع هنا مختلف، الاراده موجوده، لكن لما يكون قاعد على يميني وعلى شمالي اساطير في التنس طاوله لازم اكون معايا اسطوره كبيره جدا على التليفون، وهو الكابتن سيد لاشين. مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الخير يا كابتن خالد، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد لاشين، انا بص هقول لك كلمه بصراحه شديده، انت سيب، انا مش قادر اعرفك اكتر من اسطوره، لكن انا عايزك تتكلم على الاساطير، الكابتن ابراهيم حمادته والكابتن هنا جوده. ما ينفعش يتقال اسطوره قدام كابتن ابراهيم وحبيبتي هنا. وحبيبتك هنا. دول يعني دول حاجه مشرفانا في الدنيا كلها وحاجه كبيره بالنسبه لنا، ويعلم ربنا والله الواحد لما بيشوفهم بيعملوا انجاز او حتى بيشوفهم في اي حاجه بيفرح بيهم ازاي. ربنا يبارك في صحتك يا عم ابراهيم، ده حبيبه واخويا، ويبارك فيك يا هنون ويكرمك، ودايما رافع راسنا في كل حته يا حبيبي. كابتن سيد، سؤال سريع جدا، الاحداث معاهم سريعه لسه ولسه كلام كتير. لعبت كابتن ريم حمادته قبل كده؟ او انا؟ ده اكتشافي، ده اكتشافك؟ اكتشافي. هو كابتن سيد اول واحد جاب لي مضرب تنس طاوله خشبه جديده وجلدتين، ويمكن اول مره في حياتي العب بجلدتين جداد وخشبه ستيجه، وهو صاحب الفضل بالنسبه لابراهيم ان انا النهارده معايا شركه ستيجه، شركه المحترمه. سيد يمكن عمره ما تاخر على حد، بالذات في يعني عن تجربه شخصيه، بالذات لذوي الاعاقه، يمكن هو بالنسبه لنا اخ وبالنسبه لنا قدوه. هو فعلا يعني من الناس اللي فعلا يتقال عليهم اسطوره بجد، لان فعلا سيد اسطوره في اخلاقه. سيد، هو احنا تعودنا من النادي الاهلي ان ما بيطلعش غير اساطير، يمكن كابتن سيد، كابتن هنا، كابتن البيالي، الناس دي فعلا يعني هم دول اللي حببوا مصر في تنس الطاوله. اكيد هم حببوا مصر في تنس الطاوله. كابتن سيد، لعبت كابتن هنا جوده قبل كده ولا ما لعبتهاش؟ لعبتها والفيديو نازل بتاعها مقطع الدنيا بتاع ال 10 جنيه ده وهي لسه صغنطوطه. موجوده. كسبتك ولا لا؟ قول لي. كسبتك ولا لا؟ هي دلوقتي تكسبني، انما لا كابتن، انا عمري ما كسبت حضرتك. قولي له قولي له، هو سامعك. انا ما كسبتش قبل كده. كسبتيني فين؟ ما كسبتش، بتقول لك ما كسبتكش قبل كده خالص. انا ما بقول لك دلوقتي حاليا تكسبيني انا خلاص. كابتن سيد لاشين، يعني اسطوره كره التنس طاوله في مصر والعالم العربي والافريقي، بشكرك شكرا جزيلا.